السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، واحنا جانا لكم فيديو جديد. اذا الاخوان، اليوم جبتكم مشروع اللي حصري وتخدموا تقدروا تخدموا به غير في المنزل، وتقريبا بصفر دراهم الاخوان. غادي تقام عليكم بلا شيء، وغادي تدخلوا منه الصرف ديال بصح، تقدروا تدخلوا من مورا حتى 200 درهم في النهار، وانتم جالسين غير في الدار. مشروع كذلك خاص بالنساء وخاص بالرجال ان شاء الله. عيتي خدام مع الناس، دير شي حاجه ان شاء الله. اليوم جبتكم فكره بسيطه اللي تقدر تخدم بها غير في الدار ان شاء الله، وتقدر تعملها ايضا سيباري مع الخدمه ديالك، يعني في الوقت الفراغ ديالك تقدر تزيد هذه الخدمه دي ان شاء الله. ما نطولش عليكم الاخوان، ويلا تشوفوا معنا الفكره. فاذا اخواني اخواتي، كما كتشوفوا معايا خدينا خشبه يعني على شكل مجر، يعني هذه اللي غنخدموا ان شاء الله بها الكادر ديالنا. كناخذوا البلاكي، كناخذوا البلاكي يعني حتى هذا راه موجود في المنزل، موجود في اي منزل ان شاء الله. وكنستوديوها بالسيليكون ديالنا، يعني بديك ديال الشمع، الفردي ديال الشمع، كنحاولوا نقسموها على يعني على شكل اجزاء، يعني على شكل مربعات كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. يعني كنحاولوا نقسموها تقريبا على يعني على 6 ديال البياسات اولا على 4، يعني كل واحد تختار يعني على كل واحد كيفاش غادي يقسم هاد الخشبه، يعني بالطريقه ديالو كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. يعني كنحاولوا نقسموها الاخوان، وكنشدوا الفجوات حتى من التحت، يعني بداك المسدس ديال الشمع اللاصق. من بعد الاخوان، صراحه في مشروع بسيط الاخوان، يقدر يخدموا اي واحد في المنزل ديالو في الوقت الفراغ، وفيه الصرف ديال بصح. يعني كما كتشوفوا حنايا قسمناها على 6 قطع. دابا ان شاء الله غادي تشوفوا معايا شنو غادي ناخذوا. كناخذوا هذا الفلين، هذا الفلين او ما يسمى بالفرشي، كنحاولوا نقسموه حتى هذا يعني تقدر تلقاه غير في الشارع، هذا موجود الاخوان. هذا يعني نقسموه على تقريبا 6 بياس، يعني على قد ما قدنا. من بعد الاخوان غادي ندخلوها في ديك البواطات، كنحاولوا نفكسيوها من التحت باش ما يتحركناش. هذا هو اللي غادي يكون في القاع، كنحاولوا نفكسيوها من التحت كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. كنخليوه واحد جوج سنتيم دايره تقريبا، وكنحطوه في الوسط. هذا غادي يكون واحد بحال واحد القالب اللي غادي يخلي لنا داك المشروع ديالنا يبان يعني من التحت ان شاء الله. غادي تشوف معايا الطريقه، صراحه الطريقه خطيره، والطريقه اللي يعني سهله وبسيطه الاخوان كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا نخليو الفجوات بيناتو، كما قلتكم كنشدوا ديك الفجوات التحتانيه، وكنحاولوا ندهنوه بالصابون، يعني الصابون الاخوان باش ما يلصقناش داكشي اللي غادي نعملو في داك الفرشي، باش ملي نجيو نزولوه يجينا ساهل، يعني اي برودوي صابون الى غير ذلك، باش ان شاء الله ما يجيناش كما قلتكم باش ما يلصقناش. كنحاولوا ندهنوها كامله بالصابون، ومن بعد غادي تشوفوا علاش كندهنوها بالصابون. بعد الاخوان كنحاولوا ناخذوا السيمه البيضاء او الاسمنت الابيض، ومن بعد كناخذوا معاه شويه الرمل، وكنحاولوا نخلطوا بيناتهم. كنخلطوا الكميه اللي غادي نحتاجوها الاخوان، الكميه اللي غادي نحتاجو، كنحاولوا نخلطوا الكميه اللي غادي نحتاجو. وانتم عارفين السيمه كيفاش كتخلط السيمه البيضاء، يعني ومن بعد كنخلطوها مع بعضيتها ان شاء الله، حتى كتولي لنا بهذه الطريقه هذه، كتولي لنا يعني خاطره يعني ثقيله. من بعد ان شاء الله الاخوان غادي نعملوا لها ثلاثه درجات ديال الالوان، يعني باش تجينا على شكل مارمو. ثلاثه درجات ديال الالوان، يعني نحاولوا نقسموها على ثلاثه ديال الدرجات. كنحاولوا نعمروهم يعني ثلاثه القراعي باللون الابيض، يعني السيما هي ايضا على شكل لون ابيض. من بعد كناخذوا الاخوان صباغه المائيه، الصباغه المائيه راه معروفه، تاخذ اي صباغه مائيه. كنحاولوا نعملوا ثلاثه درجات، الاول كنخليوها ابيض، والثاني كنخليوها غري، والثالث تقريبا يميل الى الاسود، يعني ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه. صراحه الطريقه بسيطه جدا، ولكن النتيجه خياليه كما مشيتوا معايا في المقدمه ديال الفيديو، وكملوا حتى الاخر وغادي تشوفوا الطريقه. اذا اخوان كنحاولوا نخويوهم بهذه الطريقه هذه، كنكبوا يعني الاسود يعني اللون الداكن هو الاول، من بعد كنتبعوها باللون المفتوح يعني اللون يعني الابيض، باش كيجينا على شكل مارمو، يعني على شكل رخام كما كنسميوها باللغه العربيه، على شكل رخام. شوفوا معايا الاخوان الطريقه، الصراحه الطريقه بسيطه جدا، وما تحركش ما تحاولش تحركهم، كتخليهم بداك الطبيعه ديالهم، كتخويهم فوق بعضهم، ولكن كتخليهم بهذيك الطريقه، يعني ماشي غنشبروهم ونبقاو نخلطوهم، لا، غادي نخليهم بداك الطبيعه ديالهم كيف ما خويناهم، كيف ما غادي يبقاو. نقوم ماشيين بهذه الطريقه هذه حتى نعمروا داك
داك السطل هذاك ان شاء الله. من بعد غادي نخويوه في داك القالب اللي عملنا ديال الميزانيه كما كتشوف معايا بهذه الطريقه هذه، كتخليه بالطبيعه ديالو هو كيعطيك ديك اللمعان ديالو، كيعطيك داك التكستور ديالو في يعني في داك الفاز اللي غادي نعملوه الاخوان. شوفوا معايا الميزانيه الاخوان، تقريبا غادي تقوم عليك بصفر درهم، استماره رخيصه، كلشي رخيص هنايا. شوفوا معايا الاخوان، وهنا كتحاول تلعب بدرجات اخرى، يعني الفلول عملنا مفتوح كثار، دابا نحملوا المغلوق، وانتم ماشيين حتى كنوصلوا ان شاء الله للمبتغى ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه بسيطه جدا. انتم عرفتوا علاش الاخوان خلينا دهناه في الصابون، وعلاش عملنا داك الفلين يعني في الوسط، باش ان شاء الله هو اللي غادي يخلي لنا داك المربع ديال الميزانيه من الوسط. وان شاء الله غادي تشوف معايا الطريقه. صراحه هادو راه يتباعوا طايرين، وديكور عصري يعني ديكور مطلوب في السوق، تقدر تبيعه في الماركت بليس، في الفيسبوك تبيعه، في انستغرام تبيعه غير للعائله الى غير ذلك، وخصوصا يعني كيجي صحيح الطريقه ديالو. وطريقه اخرى الاخوان تقدر تزيد له الشعيرات ديال الجبس، يعني اللي كيخدموهم بهم الجبس، هذه كتعاونك كثار الاخوان اللي باش كتسهل عليك. هذا الاخوان هذا واحد التيو اللي غادي يخلينا باش يخلينا الماء يتسرب لنا من داك يعني من داك المزهريات هذاك ان شاء الله ملي غادي يوجد، باش بس يكون عندنا واحد الفتحه في داك المزهريات الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. كنخليوها حتى يبس، راكم عارفين السيما كتوجد على خطره. من بعد الاخوان كنشبروها وكنحيدوا داك التقسيم ديال البلاكي ديال الخشب اللي شركناه في الاول، كنحاولوا نفسخوه يعني بهذه الطريقه هذه، طريقه بسيطه. وهنا كيلعب الدور ديال داك الصابون اللي خلينا الاخوان، ان هنا الصابون هو اللي يلعب الدور كيخلي لنا السهوله باش ما كيلصقناش داك الشيء في الخشب، وكذلك في داك الفلين. يعني هنا غادي نشوفوا الطريقه بسيطه الاخوان كما كتشوفوا معايا. من بعد كتحاول تحيد داك الزوائد وكتحاول تعمل فينيسيون. دابا ان شاء الله نحاولوا نحيدوا داك التيو، يعني داك التيو، ونحيدوا داك الفلين، وهي المزهريه ديالنا واجده بالصحه والراحه. وقولوا لي نتوما الراي ديالكم، واش هذا المشروع هذا مربح ولا لا؟ يعني ان شاء الله تقدر اخوان تمشي بيه بعيد، هذه راه غير فكره من الافكار، نتوما تقدروا تطبقوها على شكل دائره، على شكل شي زخارف اخرى الى غير ذلك. ان شاء الله باقي الخير مجال القدام. هذا كيبان لي اخوان مشروع بسيط اللي باقل تكلفه، وان شاء الله تقدروا تمشيو به بعيد، علاش لا؟ لان وتقدر تخدمو غير في المنزل، ما كيحتاج لا 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 من يعني لا محل ولا حتى شي حاجه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا الاخوان دابا نحاولوا نعملوا به شي محبقات وتشوفوا الطريقه كيفاش كيجي. شوفوا معايا الاخوان، الطريقه بسيطه جدا، وصراحه الديكور ديالو عصري وخطير جدا كيف ما كتشوفوا معايا. هذا الاخوان مبيوع 100%. من بعد انت كتحدد النسبه، كتحيد السلعه اللي خسرتي، وضرب في جوج ولا ضرب في ثلاثه، وها انت يعني عملتي كما كنقولوا حررتي البطاله، وعملتي واحد الحاجه اللي مزيانه الاخوان. اذا الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تدعمونا بلايك لهذا الفيديو ان شاء الله باش نستمروا في المزيد ان شاء الله. كان معكم هشام دمج الاخوان، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع صحابكم وعائلتكم الى الاخوان باش كلشي يستافد ان شاء الله.